السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد بأن أنا أقول فرح سنة هم أنت رير بونتلان رير بونتلان ده وحاوم علينا يا قبل نمد ولقو يا قاني سو قبل نمد ينوم بأ مانت صو شعب حسين أنا كشرف بيجيت هاي إن بونتلان مانت شوغو رير مينيسوتا ده أنا هاي رير جرو و half of Minnesota وين مركا وفرحت إيه شرف بقيت هاي نما أنت هالكم فديه أنجرو وكسو دقي إيدين كنا آدي آد بكم هاد سنتين إن حلبان نذا وسير رذا إن دولة هوسة دولة ده أمريكا إن ولالكي حلبان أحمد كل عو هاد يقصو دوي إن هذا الك كل جين إن دومركا إن كوميونيتي ليرسك آدي آد بقوة ده هاد سنتين أنا جو حان من سنة أنا جور جيجي شوغو أون أهل كيل شوغو إن شاء الله لبضهم المود بعدين لشوغنا وأسبرن دونا إن فرحت بقيت هاي لما نسوقه بكرمان فرحت عند ريميو إن شاء الله بنتي لما أوجي دورش أكو جرتان حل أبيزي تهينو مجال ذو أي عيري سو بنتي لما حال جرو حال العاوة هذا هتلو بهت مهليس إن وحان دتك دورش أكو جر جول بنو ذا رشيني أكل جود وحان رشينينا بنتلان وهوية ديمقراطية and in peaceful transfer of government وهدي قفك حلك كقولة استلقو ورتشيو and واحد السن إن لسي وضوي فضو دهاي لكن واحد السن إنتي اللي دنيا دي بلود يسوي عادك تهاي بركة دتك إن دورشة ده كتير وحان لا يهاي واحد مهمة ده أي تهاي ودولة النمذا قفكي دولة ده سمعت حول نقدنا وين لا مركا مروى البلسود ويا الاحترامة and وايسلة شغنا and مدحوينه هيجا يو administration كيسوا سلامة يا مدحوينه دني وان سبرندونا إن شاء الله and ومحتسنتهن هو وحن ما أنت عاصمة دا بنت لنا جروي كسر دويني and هذا حسن وآه دبانات كتير سن من صوتها state of Minnesota and وحكله لسعودي سيجي هذا and حكم علي سيدو كله and آمنه أرقت جناحي كسرعتها يوفت كله أبلاعن وهذا لسعودي كنت وحافر حنا هذا النهاي دولة بنتلان عاصمة دي الجروي airport كعالمي جاه إن أنا ما أنت حلمي أنا دكسر دوينه شرف بيناتها هاي وأنا كفر حسن النهاي and حلقان أو بنتلان أي دورشو وجهي ستي وهبين دم بإن شاء الله نرتشين إن لو قدر واقع حلبان نذ عصبة بنتلان دورنا لها مدحونها يا مدحونا كحجينك فرنتي أنا جو كتر سنة حلبان نذ هدا وقت قد يصير دمانة يو رتشين يعني أنا كم النقطة حلبان نذ عصب وحن ولا شيء هذا مكسر دوين يا س فرح له ديران وروح بدن عاصمة الجروي ورنتي أيضا إيمان أتهاي ما لنا عاد قيمة بدن، إن بدنا نسوقيني، ولا شيء وحيقول كسوه يسي، طارش دي إيمش أكاك شيء، نقف مركز في فرعون وعقليد يو قرشو يو مارتي، ده رقم بصاحبه، وعن نقانه ونا جيدا، أي كسبتي إن النقطة حلبان كتر تنستيت كاس، كنتي ما دام أنا أقول أنا هاي حلبان كتر تنستيت كبنتلان، شرف بقيت هاي مانت إنان. ديجي جستيد كا مارت أنا سمير بحر ديجني مريكن كا من صوتا إن أنا مارت لكم كسر دويو ولا شيء هذا نسير دويو إن شاء الله وح إنت كاب حسن وان حنقول ذا قلنا تونا كل ما جرجارة يا عسمة هذا هدي الله إدمو ورحمة الله وبركاته وحين تشوفنا جرونكا جروي بطلع بين تشوفنا وحن لسعودي حلبان ده حضن حسن وحان روا إن أمهد إليو الدولة دا ومدحوية هاي سعيد عبد الله الدنيا مدحينها نجا وحان كلا أمهد علينا يا حلبان هذا ماشي تشوغا وزير هذا قبلها هالدوركا هالدوركا بتلان وحالي يهبين هوري أنا نصيحنين وتاجنا لوسو دوي ولا شيء حلبان حضن عانو
معناه عانو معناه هو عانو يهوم وهي معناه هذا عانه وحلوسي هذا عاو هذا وحيد شو بتقول جودي وحرب إن أمها عليو قبلها عاو شلون كل شقيني وحرب حلو ما هذا شرفت لنا أمها عليو وحرب إن مسج كي يقارو رير بطلان ملك سو يجوعان سومالي ده ملك سو يجوعان سده حلوان ده شكتين نبض وحلو درس ده دولة نمو وحلو درس إن كرم مشرتو وحن كفر حسن هاي إن السياسيين ترير بطلان ودن يجوعان هدي هير فدراليين يهدي هاين هاي دولة قبل هذا مسؤولين ترير بطلان ودن يجوعان اسمه ترير بطلان ودن يجوعان أنا وبطلان ده مسج كي يقول حوي هاي dadka iyo deegaanka in loo turo ee maalinta aakhirkeeda waxay noqonaysaa qof kaliya kursiga qaadanaya marka waxaan jeclaan lahaa iyagu isku duuban in qofkii Ilaahay calafka ugu daray ay la garab galaan oo la istaagaan laakiin nabad aynu haysano corner to corner magaalada geeskeeda state ka Puntland meesha kaliya oo wax way Soomaaliya baabuur halka daa ka qaadatid ilaa geeska kala ku tagi kartid waa meeshii Soomaaliya meesha la yiraahdo hooyada federaalka way een abi federaalkana way noqonaysaa insha Allah marka aniga message-kayga waxa waa ay guulba u rajaynayaa Puntland insha Allah waqtiga sharaf kale oo ka kooban delegation gabdhaha ah oo Mareykanka nooga yimid gabadha xildhibaanada ah oo Congress-ka Mareykanka noo fadhida hadal xasan iyo gabadha ganacsatada Aamina Deeble oo meel dheer nagaga tal hadaan haweenka hal doorka Puntland oo wax badan oo samafalah nala qabatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa munaasabada tan soo dhaweynta oo dawladda iyo isugu jiraan gabdhaha hal doorka iyo gabdhaha ah ee civil society-ga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ahmiyad gaar aanu siinaa haweenka iyo arrimahooda ee waxaanu idin leenahay wax ka badan baan idin siin lahayn idin soo dhigtan ka weyn baan idin ku soo dhaweyn lahayn short notice bay nagu ahayd oo waqtiga ciriir nagu ahaa ee naga raali ahaada haddana banaanka idin taagan yihiin hiddi iyo dhaqankii iyo hawlihii kale aan idin diyaarinay aad iyo aad baan idin soo dhaweynay ciidinii xididadiinii dhulkiinii uduga oo aad ka soo jeedeen Puntland hooyadii federaalka iyo buddigihii Soomaaliya soo dhawaada idin leenahay.